بعد أن أغرق تركيا في الديون، أردوغان يستخدم عدد الثلاجات كمؤشر على انعدام الفقر في تركيا. يعني her eve eğer buzdolabı giriyorsa elhamdülillah demek ki bir refah seviyesi var. مرشح المعارضة محرم إنجا وصف تصريحات أردوغان بأنها تكشف مدى عزلته عن الناس. مغردة تركية قالت في الدول الأوروبية يقيسون مستوى الرفاهية من خلال قياس دخل الفرد، لكن في بلدي تقاس بامتلاك الثلاجات. مغردة قالت إن الدين الخارجي وصل ل 350 مليار دولار، وعجز الحساب الجاري وصل إلى 50 مليار دولار، ونحن نتكلم عن عدد الثلاجات. مغرد آخر نشر صورة تكشف التناقض بين شعارات أردوغان والواقع في تركيا، بينما رد كثيرون على كلام أردوغان بصور ثلاجاتهم الخاوية.